خطت كرة السلة اللبنانية حدود الوطن، فأصبحت اللعبة الوطنية الأولى بلبنان أكثر من مجرد لعبة. نعم، لما أحكي عن كرة السلة اللبنانية بكون عم بحكي عن 10452 كيلومتر مربع. لما أحكي عن كرة السلة اللبنانية بكون عم بختصر أكثر من 5.5 مليون لبناني كانوا عم بيتابعوا من خلال الشاشات أو حتى على صعيد ملاعب كرة السلة اللبنانية. نعم، لما أحكي عن كرة السلة اللبنانية بكون عم بحكي على إنجازات، بكون عم بحكي عن نجوم، بكون عم بحكي عن أساطير، بكون عم بحكي عن بلد رفض إنه يستسلم من خلال رياضته وأصر لاعبينه وأبطاله وبطلاته إنه يحملوا هالبلد ويروحوا فيه لبعيد، يحلموا ويوصلوا لكأس العالم، يحلموا بالبطولات العربية، يروحوا على بطولات آسيا وغيرها. كرة السلة اللبنانية تخطت كل الحدود، تخطت كل الإنجازات، تخطت كل العقبات وتخطت كل الصعوبات والتحديات، ونحن هون موجودين اليوم لأنه فريق بيروت للسيدات فاز بلقب البطولة العربية لثالث مرة على التوالي، ليكون أول فريق عربي ولبناني يفوز ثلاث مرات على التوالي باللقب العربي. اليوم ضيوفي بهذه الحلقة هن لاعبات بطلات تحدوا حالهم وظروفهم وحياتهم المحلية وقرروا يفرجوا للعالم مين نحن، نحن اللبنانية. بداية خلينا نشوف سريعا بلقطة سريعة تتويج فريق بيروت بلقب البطولة العربية لثالث مرة على التوالي. خلينا نرحب سريعا بكابتن فريق بيروت للسيدات ليا ابي غصن والنجمه القادمه من العرب ومن تونس ذا سايلنت ليدر على ارض الملعب. بس اليوم رح تكوني سايلنت ابدا ليلى فارس. اليوم بدنا نحكي كثير بدي اسمع صوتك ليا. اول شيء ثلاث مرات ثلاث بطولات على التوالي للبطوله العربيه 2019 2021 2022، ثلاثتهم اختلفوا بركي خلينا نقول بالمقاييس والصعوبات اللي عم نواجهها هون بلبنان. 2019 بتذكر ما كنت عم تلاقوا فريق تلعبوا ضده فريندلي جيم لتحضروا للبطولة العربية، لعبتوا ضد سبورتس مانيا بمجمع سمية سليم بكفية. 2021 كانت بلشت أزمة المحروقات وأزمة التنقلات وكل ما إلى هنالك، وبال 2022 بركة الأزمات كلها موجودة ولكن أهين عليكم بركة بالتنقل كانت بس تصري لها ثلاث سنوات على التوالي. الثلاث سنين كانت التحضير فيهم صعب، يعني مثل ما أنت سبق وذكرت من ثورة لمشكلة بنزين لمشكلة مادية، بس مثل ما شفت هالشي ما وقف بوجهنا أبداً. وهذا الشيء بخليك يكون عندك دافع أكتر تربح، أنه منك عم بتحضر بسهولة، يعني عندك سبب أكتر وأكتر تربح، وهذا كان عم يعطينا حافز دايماً نعطي كل شيء عنه هونيك. الحمد لله قدرنا نتوفق ونحقق ثلاث سنين على التوالي اللقب. لا لا، إذا بتلاحظي مؤخراً، يعني هلأ بحكي بهيدي السنة والسنوات اللي قبلها، حديث الصحافة العالمية كان لما تأهل منتخب لبنان لكرة السلة لكأس العالم أو حتى لما حلينا بالمركز الثاني على صعيد بطولة آسيا، الصحف العالمية كلها صارت تحكي عن الرياضة اللبنانية، بطلت تحكي عن مشاكل لبنان. اليوم بعز عليكم أنتم كلاعبات ولاعبين، إن كان كلاعبة منتخب لبنان أو كمان كلاعبة نادي بيروت، بعز عليكم أنكم عم بتفرجوا الصورة الحلوة الحقيقية عن لبنان. أكيد نحن هيدا هدفنا الأساسي صراحة، أنه نفرج لبنان بالصورة اللي عن جد اللي لازم يظهر فيها. يعني نحن اليوم عم نغطي إذا بدك خراب السياسيين والعالم السياسي اللي عنا عم نواجهه بلبنان، وعم نفرج الرياضة قديش ممكن تكون صورة حلوة عن البلد، وقديش فيها تفرجي أنه نحن كلبنانية رغم كل المشاكل اللي عم نعانيها قديش اللبناني عنده إصرار، ولما يقرر يوصل لمطرح ما في شيء بيوقف بوجهه. فهيدي صورة كتير حلوة نفرجيها للدول العربية، ونفرجيها مش بس لمنطقتنا بالعرب، نفرجيها كمان للعالم مثل ما عم منتخب الشباب، واللي أكيد نحن منهنيهم ونفتخر فيهم. كان في أحاطة كبيرة بتونس فيكم، كانوا كل وقت عم بيرحبوا فيكم، عم بيتواصلوا معكم، بيعرفوكم، بيتابعوكم، بيسعدكم هذا الشيء؟ أكيد، يعني هلأ بس تلعب ببلد مش بلدك ما بيكون يمكن عندك الفان بيز المطلوبة، بس على صعيد الاتحاد العربي على صعيد الفرق كذا خصوصا فريق عم بيربح دايما صار له، يعني كله بيضرب له حساب، كله بيعرفه. أكيد على صعيد إدارتنا هذا موضوع تاني، يعني الإحاطة اللي بحطونا إياها والاهتمام. ليا إذا بدي أحكي شوي بركي بفوت شوي بصلب موضوع البطولة العربية، برأيك السمي فينالي اللي لعبتوه ضد الأمل التونسي والفينال اللي لعبتوه ضد سموحة، إيه كان أقوى؟ يعني أنتوا لعبتوا سمي فينال، فوزكم على الأمل التونسي اعتبرتوا أنكم كأنه ربحتوا بطولة ولا لا، ولا شو صار؟
صراحة نحن من نحن بلبنان لهونيك يعني كوتش جيلبر والكوتشينج ستاف ممنوع الاستخفاف بي ولا فريق، سو كل جيم كنا عم نفوت عليه عم نفوت بنفس نفس التحضير ونفس المايند سيت. بس اكيد الدومي فينال كان عنده شوي رونق خاص لانه على ارضهم وهن مستقبلينا، يعني في ضغط الجمهور في كذا عنا ضدهم كمان بالفينال بال 2019 ولعبنا ضدهم قبل بمره، سو بدنا الربح اكثر من حال شيء ثاني. بس فريق سموحه بالنهايه هو ربح كل الفرق، هو كان الفريق الثاني غيرنا ربحان الكل، سو اكيد كان نفس الاهميه ولا ما كان ابدا باهميه اقل. يعني عم نحكي نجمات المنتخب المصري موجودين مع فريق كانوا يعني مجمعين بعضهم مش بس من نادي واحد، كان منتخب كانه منتخب مصر، سو لا كل جيم كان له طبعه الخاص يعني واهميته. رحتوا بمزيج بين اللاعبات الشابات ولاعبات الخبره، يعني كان معكم كثير من اللاعبات الناشئات وهذا الامر جدا ملفت. استعنتوا كمان بأمر منصور من نادي الهوبس شاركتكم هذه البطوله، هذا المزيج قديش ساعدكم بالبطوله؟ هيدا المزيج أول شيء مش بس ساعدنا بالبطولة، هيدا بيساعد المستقبل كرة السلة بلبنان، لأنه صار وقت أنه نطلع بنات يستلموا إذا بدك محلنا. يعني نحن اليوم صرنا بمطرح يمكن في كتير بنات بدها توقف إذا مش السنة سنتجي، فبحاجة نسلم هيدا الشارع إيه إذا بدك لغير بنات. وأكيد ساعدتنا من منطلق أنه يعني كنا عم نجرب إذا بدك بمطرح ريحونا إذا بدك بالجيمات، عندهم متحمسين بعضهم مثل يعني نحن أكيد اليوم بنكون متحمسين بس مش مقد الصغار، الصغار بيكون عندهم حماس أكتر، بيكون عندهم اندفاع إذا بدك. فهيدا الشيء نقلوا لنا إياه ونحن نقلنا لهم إذا بدك خبرتنا بالجيمات، خاصة لما يكون الجيم كلوز جيم مثل دمي فينال وفينال. فهيدا الشيء أكيد أنا بهنى نادي بيروت عليه وأكيد الكوتش اللي قدر جمع عامل الخبرة مع البنات الصغار تنقدر نوصل لهذا الهدف. كيف كان خلينا نقول كيف كانت الفيدباك على أدائكم هونيك بتونس؟ نتائج طبولنا هي بتدل على الفيدباك طبولنا إذا بدك. كل الفرق كانوا عطلانين هم بيروت، خاصة بعد أول راوند لعبناها. الجمهور بالآخر بالبطولة كان كمان واقف معنا، كله هنينا، كله انبسط بالأداء اللي كنا عم نقدمه لأن فرجينا باسكت حلو. أكيد في مطرح معين يمكن عملنا شوت كان عنا يمكن ساقة زيادة عن زوم بحالنا خصوصي بالفينال وحتى ضد الأمل التونسي، يعني كنت تعملوا ليه تطلع فرق ترجع يمكن تنزل يمكن الفينال أكتر. أنا بالنسبة لقلي يمكن الفينال كان فينا نربحه أكتر من هيك وما نوصل لأخير. شو السبب يعني مش كان عم يصير معكم؟ كنت بتقدروا تعملوا بريك بمحلات تعملوا فارق 10-12 نقطة فجأة يهبط الفارق ينزل لنقطة، هيدا قلة التركيز. يعني اليوم لما بدك تلعب جيم باسكت بتكون مركز 40 دقيقة، نحن وصلنا بمطرح كان في عنا قلة التركيز، يعني نعلى بالليد نفقد تركيزنا شوي. والمنتخب السوري الفريق المصري سموحة عنده بنات صغار عم بيقتلوا لآخر دقيقة، كان كل هدفهم يربحوا بدو يفرجوا شيء، فكانوا عم بيقتلوا للآخر. يعني ولا مرة إذا بدك سلموا الجيم، كانوا عم بيضلوا يرجعوا على الجيم وعندهم good shooters، فهيدا الشيء زعجنا وما خلينا ننهي الجيم مع بكير، يعني خلينا نتعذب. هن كتير كانوا بيعتمدوا على برسات، يعني يجربوا يقطعوا الكرات يجربوا يروحوا fast break، ما كانت هيدا هن مش برساتهم اللي زعجونا، استهترنا وبتصور وسقطنا شوي وعدم تركيزنا بمطارح معين هي اللي خلتنا نمشي معهم. حلو بتعترف ايام بهيك قصص؟ اكيد ليك ما بتتطور اذا ما اعترفت بغلطك، وبتصور قدرنا ربحنا الجيم وصلنا بمطرح انه نحن عرفنا انه هيدا يعني كنا بس عم نستهتر او اذا بدك نفقد تركيزنا بعيطه صغيره من الكوتش او كبيره شوي، كنا عم نرجع نركلج ونسيطر على الجيم. شو كان عيط عليكم؟ شو كان لكم هيدا العيطه الصغيره او شو الكبيره؟ انا شحتي مجروحه بالعيط. لك شكلك انت كان عم تعيط معه لانه لا بعيط علي انا بعيط. انت العيط كله عليك عم يكون؟ اه بنزح، بس مثل ما قالت ليلى يعني بمطرح من المطارح كنا يعني نلعب تو كوارترز واو مثل نعمل شوت شوي نرجع يهزلنا العصا انه لا بعد ما خلص الجيم، بس انه ولا مره فقدت السيطره كومبليتلي. هذا اهم شيء انا حكيت عن شيء كثير مهم ليلى هلا بدي ركز عليه، كنت عم تحكي على لاعبات الناشئات عم تحكي على صعيد مستقبل كره السله النسائيه بلبنان. كمان كثير بسمع منكم انتم خلينا نقول بالكواليس تحكوا انه ذا فيوتشر، بتضلكم تحكوا عن الفيوتشر. هل اليوم مستقبل كره السله اللبنانيه النسائيه بالتحديد بخير؟ اللي شفناه في عنا تالنتس. انا مثل ما شفت اخر سنتين ثلاثه يعني في بنات عن جد ما كنا يمكن غير فرق بتعرفهم، يعني بعتبر نحن عنا من اقوى بنات اليونغسترز، ان كان باتيل اسادوريان، عندك جوستين جعاره، يمكن بغير فرق في نور لبان، في كتير بنات بلشوا يبينوا هلا، في كريستين عنان، في كذا انا ما بعرفهم كلهم، بس عم بقول لك في بنات
كتير بيّنوا ونحكى عنهم فينا نقول إنه we can be on the right track, بس بده يصير في اهتمام بالunder 18 وunder 16 ببطولات الفئات العمرية, هولي كلهم ما لازم يتوقفوا, وبده يكون في coaches بكل تواضع مثل coach نعطيهم الثقة, لأنه أنا بعتبر big credits لcoach جيلبير اللي بفاينلز بجيم ضد رياضة بجيم هونيك قدر إنه يفوتهم ويعطيهم الثقة, لأنه هيدا مش حيلا كوتش, بنشوف كوتشز يمكن عندهم ريكوردز بعقده بس بعدهم لليوم بيتكلوا على 6-7 لعيبة يمكن عندهم ما عندهم الجرأة التامة, سو أنا هيدا بعتبره فاكتور كتير كبير إنه ياخدوا التشانس من الكوتش تبعهم. إذا بدي لك هيك ذكرى عندك إياها من البطولة العربية هيك شيء بضله هيك رح يضله موجود بقلبك بعقلك في شيء تتذكريه؟ أنه صراحة الربح بحد ذاته, لأنه أنا وليلى يعني كنا موجودين مع نادي بيروت من أول ما بلشوا بالدرجة الأولى. أنت أول سنة طلعتوا فيها ربحتوا دغري بطولة عربية. يعني هذا الشيء على سعيد الشخصي وعلى سعيد الفريق بيعنينا كتير, يعني هو الربح بحد ذاته هالعشرة أيام كلهم سوا عن جد كلها full of great memories انتهت بطريقة بتعقد, سو نذكرها دايما, يعني ساعدنا نادي بيروت يفوت بالهيستوري especially من بعد الانفستمنت اللي عملوا علينا ما كان هين أنطون, يعني نعترف بهذا الشيء إنه في غير أندية يمكن ما كانت محمسة تروح, نحنا حطوا كل الثقة وحطوا مصاري. ليه ما كانوا محمسين؟ عندك في معلومات؟ إنه ما شغلت أحكي عن غيرنا, يمكن بادجت يمكن ما بعرف, نحنا ما ولا نهار كان في علامة استفهام, نحنا كان بس ناقصتنا الدعوة والبريزيدان والبورد والمانجمنت كلهم all in إنه ياخدونا وعندهم كامل ثقة إنه رح نقدر نعمل ريزلت. كابتن بدي روح لعندك هلا, حامل إشارة الكابتن تقل بركة كبير عليك بهذا النقطة, تحس بالمسؤولية؟ صراحة هي مش بس قصة كابتن, نحن عنا 5-6 بنات يمكن أهميتهم بعد أكتر مني بالفريق, بس هي أنه نحن مجموعة leadership on and off court, بس ما بعتبر المسؤولية بس علي, لا ما في تقل يعني, بس أنت اليوم لما عم تلعبوا اليوم عم تحملوا اسم نادي بيروت بطل العرب مرتين على التوالي, يعني you are aiming to make history, you build history. أكيد ما كان يعني في تقل مسؤولية؟ بلا في تقل المسؤولية, بس أنا قصدي لأنه فريقنا في كذا لعيبة عندهم خبرة كتير, هيدا هالمسؤولية بتتوزع علينا كلنا سبيشلي نحن طريقة الفريق one unit, ما في منا كابتن وك, يعني حلو هي كابتن تعرف إنه كابتن الفريق بنهاية بيكون اللينك يمكن بين اللاعبين بين الإدارة, بس نحن كابتن hold the cup بيحمل hold الكاس. The cup بس نحن كلنا بنحمل كاس ما بأسس بوجود مثل ليلى وعايدة وميرامار وناتالي سيفاجان, كل بنت اسمها بيحكي عنها مش كل وحدة ليدر لحالها, يعني فنحن فريق في 16,000 ليدر بس بيجتمعوا بطريقه حلوه, 16,000 ليدر حلوه اكيد طريقه حلوه بوزيتيف, دائما في بوزيتيفيتي. قد ايه بيريحكم وجود الاداره حقكم, يعني اداره طلعت برا كلها لعندكم دعمتكم فتحتكم ساندتكم, ان كان رئيس النادي استاذ نديم حكيمه هو نائب رئيس الاتحاد العربي, طارق كرم, حتى عادل كرم كمان طلع ليواكبكم ويدعمكم, قد ايش بيريحكم؟ لك هذا الشيء بيتميز في نادي بيروت هو انه الاداره تبعه موجوده حد الشباب وحد البنات, يمكن غير إدارات منشوف الإدارة موجودة بس حد الشباب بيتخلوا يمكن شو عند البنات, هذا الشيء كتير بيريحنا وبيعطينا دعم معنا كتير كبير, يعني بتحس حالك أنه أنت عندك قيمة بالنادي تبعك, هذا الشيء بيخليك تلعب أكتر, تلعب لألك تلعب للفريق وتلعب لهالعالم اللي عن جد عم تتعب, من البريزيدون لجهاد لجزاف طارق كلهم, يعني ما بيبخلوا أبدا علينا بأي شيء, كل شيء بدنا إياه موجود مادياً وغير مادياً, أوقات المادة بتلعب دور كتير كبير, بس صراحة معنوياً الدعم المعنوي اللي بيعطونا إياه كمان حقه مصاري. ليلى بدي فوت معك على سؤال بركة اختم فيه الحديث والحوار حالياً, اليوم أنتوا عم تلعبوا ما كنتوا عم تلعبوا بس لبيروت, كنتوا عم تلعبوا للبنان, حاملين مثل ما قلت بالمقدمة حاملين عكتافكم 5.5 مليون لبناني, حاملين بلد صغير يعتبر نقطة على الخارطة العالمية عم تاخدوه لبعيد, عم تحلموا وعم تحلموا بلبنان يلي العالم بدها تشوفه, قديش اليوم سعيدة وفخورة بلبنانيتك, فخورة بحالك كلبنانية انك قدرتي خلينا نقول تكتبي التاريخ وتكوني اول فريق عربي عم بفوز 3 مرات على تواليه بلقب البطولة العربية كلبنانية, ما بدك لاعبة انا فخورة كلبنانية قبل ما اربح, انا مجرد ما اكون لبنانية هيدا الشيء بيكون فخر لإلي, فانا ولما تكون عم تمثل بلدك هلا مكتوب بيروت كانه لبنان, عاده بالمنطقه بيكون مكتوب لبنان بس بيروت هي العاصمه, فنحن بهيدا الفريق فوزنا ب3 مرات ببطوله العرب, هيدا كان انجاز وانا فخوره انه قدرت احققه مع نادي مثل نادي بيروت, مثلنا لبنان بافضل طريقه, ما خسرنا بالظروف اللي عم نعيشها والحزن اللي عم بعيشه الشعب اللبناني واليأس اللي عم نعيشه صراحه بلبنان,
قدرنا نرسم ضحكة بسمة فرحة بقلوب الشعب اللبناني، إن كان أهلنا إن كان اللي بحبوا نادي بيروت، ولقلنا نحن كلاعبات يعني حسينا بمطرح أنه قدرنا نفرج صورة كتير حلوة عن لبنان، مش مثل اللي بيشوفوها العالم. يعني يمكن في عندهم نظرة عن لبنان بشعة، قدرنا نلغي صورة البشعة عن لبنان بفوزنا بهذا اللقب. لعبي غصم دمينك تطلع بالكاميرا، الكاميرا لقلك، وجه رسالة لكل لبنان ولبنانية عم بيتابعوا كرة السلة اللبنانية، عم ترسم هيدا اللعبة فرحة وبسمة بتعطيهم أمل وحياة دايما بحياتهم بهيدا الظروف. نحن منتشكر كل يلي بيتابعنا، ومنقول انه واحد بضل بيقدر يلاقي فسحة امل بحيالة شي بحبه، بس نحن كرياضيات ملاقيين هيدا الشي بالباسكت، وعلى صعيد لبنان كأندية وكمنتخبات عم نقدر نزرع بسمة للشعب، وبنطلب دايما السابورت طبعا. ليا أبي غصن وليلى فارس، thank you so much. thank you بتكبر القلب. فقدر رح ناخد بريك سريع وبعدها مكمل أكيد حلقتنا معكم. رح يكون معي بالستوديو كمان جيلبر ناصر مدرب فريق بيروت، وأكيد مدير الفريق الأبشع صلبة. إذن عودة لكن لكم مجددا إلى جانب صار بستوديو مدرب فريق نادي بيروت للسيدات بطل العرب جيلبر ناصر ومدير الفريق جهاد صليبة. أولا خليني أقول لكم مبروك فوزكم بلقب البطولة العربية للسيدات. جيلبر رح بلش معك سريعا، هيدا أول بطولة لك رسمية بتفوز فيها، صح؟ وثالث بطولة على التوالي لنادي بيروت، صح؟ يعني حملت تقل كبير، راحت مع النادي اللي بيحمل اسم العاصمة، شاركت معهم بالبطولة العربية للسيدات. كنت حاسس بتقل المسؤولية؟ كنت خايف بينك وبين حالك انه ما تقدر تعمل اللي بدك تعمله؟ لك خوف؟ لا، ككوتش ممنوع تخاف، يعني اللي بيحضر ما بيخاف، واللي بيكون عارف كيف مركب الفريق والفرق اللي راح يواجهها يحضر عليها منيح ما بيخاف، بس اكيد في بريشر كتير كتير كبير، كانت خصوصا انه هذه كانت اصعب بطولة عرب للسيدات، ومش مش انا عم اقولها، اللعيبة اللي ربحوا 5 مرات هن اللي عم بيقولوها، سو اكيد كان في بريشر كتير كبيرة، بس ما كان ناقصنا ولا شيء، يعني كل شيء طلبته حصلت عليه، وقدر فورينرز او لعيبه محليه والفريق تبعنا كل شيء هونيك كان مسهل لنقدر نكون عم نحضر صح ونشتغل صح تنوصل للتارجت، وهذا اللي صار والحمد لله، يعني اتبيد اوف. ابونا يعني مثل ما كنت عم بحكي مع جيلبر، حطيتوا ثقتكم بجيلبر ناصر ليكون على راس الجهاز الفني لنادي بيروت من نص الموسم السابق، وجددتوا الثقه فيه بهذا الموسم الحالي، ربحتوا معه البطوله العربيه. كمان انت متابع ثلاث مواسم على التوالي، ثلاث بطولات عربيه على التوالي، بتوافق الراي انه هيدا اصعب بطوله عربيه ليك فيها؟ اول شيء ميرسي انطوني على الاستضافه، اكيد بوافق الراي لكوتش جيلبر انه هيدا اصعب بطوله، والدليل انه كان عندنا 11 فريق، وبهود الفرق الفريقين اللي لعبنا ضدهم بالدومي فينال والفينال هن فريقين مميزين يعني، والكل كانوا عم بيجمعوا على هذا الشيء، وبعتقد من 4 سنين لهلا كانت أول مرة هالقد البطولة العربية بتكون طف، يعني عندك 8 جيمات كانوا ب9 أيام، وهيدي الشغلة متعبة، إضافة أنه الفرق اللي كانت عم تلعب ضدنا محصنة حالة، يعني جايبة لعيبة لوكلز هني منو لعيبتهم، يعني مثل سموحة معه لعيبة من الأهلي، يعني الأجنبية تبعه واحدة من الاتحاد السكندري وواحدة من الأهلي، الفريق التونسي محصن حاله بكل الفرق التونسية اللي معه كان من الزهرة أو غيره، سو نحن رحنا لهونيكين بكل التحضير، كلنا ثقة بكوتش جيلبر، وانت قلتها يعني ثقتنا فيه من سنة الماضي، وبعتقد أثبت هالشي بالرتور بجيم الرتور ضد الرياضة وبالفينال، لو ما الظروف اللي عشناها واللي عكستنا وكل العالم تعرف أنه كانت غير منصفة، نحن كنا ربحنا البطولة، بقى أنا بعتبر أن نحن كارتون بلا مع كوتش جيلبر ونحن منكبر فيه. من بطولة العرب خلينا ننتقل شوية بركة على البطولة بطولة لبنان، إذا كلنا ترى نادي بيروت طمح لاستعادة لقب بطولة لبنان، شفنا معكم عززتوا صفوفكم خلينا نقول، واستعنتوا بأمر منصور يلي هي لاعبة نادي الهوب، استعنتوا فيها لتكون معكم على صعيد البطولة العربية، ليش عم تضحك؟ لا لأنه فكرتك رح تكملها أنه استعنتوا فيها لكل الموسم، لأنه بعد ما خلصت نحن بنتمنى هذا بيتها لأمر، مش قصة مفاوضات، نحن وجاسم والهوبس بيت واحد، بالآخر أمر هي بتختار، رح ينحط قدامها كذا أوفر، رح ينحط قدامها هي تعمل المفاضلة وين بتحب، نحن بنحبها كتير، نتمنى تكون معنا لأنه هي بنت البيت، خصوصا أنه السنة عنا عدة استحقاقات، نحن نتمنى تكون معنا فيه، خصوصا أنه نستجمت كتير مع البنات، هني حبوها هي حبتهم،
الكوتشنج ستاف حبه ونحن بنتمنى تكون معنا ونكون عم نبني حسب المشن والاستراتيجي تبعنا انه نحن هالبنات اللي هن باعمار يونغ نشتغل عليهم حتى هن يكونوا استمراريه بيروت. يعني مفاوضات جديه قطعت شوط بفهم ولا مره نحن بنفاوض مع حدا مش بجديه غير مو بس نحن ولا مره بنفاوض غير بجديه. قطعتوا شوط كبير من المفاوضات؟ اشواط؟ أه. ما في اشواط. نحن بنقعد مع شخص بنقول له قعدتوا مع نحن وين حدو استاذ جاسم انصو؟ استاذ جاسم انصو قاعد بالاداره معنا مش مضطرين نقعد نحن وياه. وحدة حال؟ اكيد اكيد. يعني مايل للمفاوضات لمصلحتكم في اول النهضه؟ لا 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 بدنا نشوف قمر منصور بلباس نادي بيروت. قمر منصور واهله منهم صغار وبيعرفوا ياخذوا قرار صح ونحن ولا مره بنعمل شانتاج عاطفي على حدا. نحن بنعرف نقول له لهالحدا نحن شو بنقدر نقدم له وشو محله معنا. وهو بياخذ الخيار. نحن على هذا الاساس بهالقد وضوح كنا من اول الطريق نحن وقمر واهله وبيا. نحن بنتمنى وانا شخصيا بتمنى قمر تكون معي صار لي سنتين لورا مش اليوم مش امبارح. رح اعمل كل شيء تتكون قمر معي. لانه هاي الاستراتيجي اللي انا بتمنى تكون عم تمشي وبعتقد الكوتش هلا هو بيحكي عن أهمية هذا الموضوع اللي هو بس أنا وعدت لأمر بالعشر اللي عملناه من بعد ما جينا قلت له ما رح شوفك إلا لابسي بيروت لأنه بدي إياك تكوني بيروت. طيب بما أنه حكي عن أول ما أجا فينا نشوف الفيديو مخرج على وصول لنادي بيروت على مطار بيروت كان في لقطة كتير مهضومة من المطار فينا نشوفها مخرج. شو بقول انا لعايده؟ شو هيدا يا عايده؟ سلوجو صارت اسم الله عليك عامله مايسترو اليوم يا عايده لكن لازم بيروت بيستاهلوا الحقيقه عندهم بريزيدون واداره وكوتش بعقده عن جد ثانك يو يعطيهم الف عافيه كل يا عايده عن جد صار سلوجو ما واقف التليفون شو هيدا يا عايده شو هيدا يا عايده 100% جمله استعملتها بخلال تعليق على احدى البطولات لعايده باخوس ومشيت معها من وقتها لعايده صاروا كلهم عم يطلعوا شو عايده يا عايده 100% حلوه حلوين هول شاطر فيهم انت انا بشتغل بالالقاب جبار بس قبل هيدي كان في مقابله لك كنت عم تحكي فيها انه عايده باخوس حتى لو ما طلعت هي الام في بي حتى لو هي ما طلعت ام في بي ولكن تستاهل كانت انه تكون ام في بي. ليش عايده باخوس ولو حتى ولا واحدة من لاعبات بيروت تم اختيارها لتكون من بين افضل خمس لاعبات على صعيد البطوله العربيه؟ ليك هي في جايزه واحدة بس افضل لعيبه، الجوائز البقيه بس سكورر وبس 3 بوينت شوتر. سو هن ثلاث جوائز كانوا، هلا بس 3 بوينت شوتر المصريه شيز ليجند معهم يعني ماي حلوه اذا ما غلط باسمها. البس سكورر بعتقد هو كانت ماريا الحن من الاردن من الفحاص لانه ما بعرف كيف حسبوا صراحه ما كان راسي فيها احسب مين عنده نقط اكثر شيء. هلا انا كثير استغربت على الام في بي انعطت لهدى حمروني من نادي الامل اللي هو نادي المنظم. هلا اكيد ما بدنا نقول شيء مش مزبوط، هدى از ا فيري جود بلاير بس ما لنا عايده. يعني عايده اول شيء ثبتت انه قلت لها قبل جيم السيمي فاينل انه هي احسن لعيبه عربيه على هالبوزيشن اللي عم تلعب فيها، هي اللي هي بوزيشن 4 اكيد. وثبتتها بالجيم ومش بس هيك بالفاينل كانت she was the best scorer بالفاينل. يعني بعتقد ما كان في ولا اي ريزن تعايدة ما تاخد الـ MVP وبرجع بشدد انه هي عملت هالبرفورمنس من وراء زملائها بالفريق. لو ما زملائها بالفريق ما بتقدر تعمل هالبرفورمنس بس ما كان في ولا اي سبب تما هي تكون MVP. هلا ممكن يكون بدك تعرف الكريتير نقوا عليه، ما في كريتير، يعني ما حدا تواصل معنا شو هي الكريتير. بعتقد هيدي ما اعترضتوا ما قدمتوا اعتراض متأكد؟ اكيد لا، اكيد ما بنعترض لانه وخلص الديسيجن ميد قدام كل قدام الاعلام وقدام كل الجمهور قدام كل النوادي انه ليه بدك تعترض مش هتقدر. وهدى از ا فيري جود بلاير بس عايده از ديفرنت وما بنعرف الكريتير. وبالنسبه لنا نحن وبالنسبه لكل اللي اشتركوا بالبطوله انكلودينج كل الفرق دينو انه هي شيز ذا في بي. كيف كانت المواجهه بالنص نهائي مع مدرب بيروت السابق عزت اسماعيل اللي كان عم يقود النادي الامل التونسي؟ ليك ما كان في، بعتقد الكل كان ناطر مواجهه شخصيه بس ما كان في مواجهه شخصيه نهائيا. بالعكس علاقه جيده انا حسب ما بعرف. اكيد ما في شيء، بالعكس كوتش عزت رابح بطوله لبنان بطوله العرب مرتين مع نادي بيروت. وانا اي ريسبكت اول كوتشز بالتحضير بحضر ما في شيء بالتحضير سبيسيال يعني.
بالنسبة لألي كان جيم مثل غير جيمات، وبالنسبة لألي كنت عارف أنه جيم سموها هيكون جيم أصعب بكتير وبده تحضير أكثر بكتير، سو كان إذا بدك الفوكس عليه، ومن بعدها كمان كان الفوكس على فريقه وعلى فريق الأمل اللي سموها صحيح. رح انتقل عندك جهاد، من صد الماضي كنا عم نحكي أنا وياك وقت المقابلة اللي عملناها لبنان، كنت عم تقول دائما عندكم الهدف الاستعانة بلاعبات NCAA لبنانيات، يعني شفنا السنة الماضية رنا الحسيني. لك هو مش هدف بحد ذاته، في هلا في تارجت كمان يكون عندكم لاعبات انسي هو اكيد اذا نحن بمحل حسين انه في سبوت نحن بحاجه له، وفي حدا قنعنا مثل ما قنعتنا سنة الماضي رنا الحسيني رح تكون معكم السنه، اكيد نحن منفتحين. اول شيء نحن هلا بعد بكير، نحن الكوتش هو بيقرب مع الكوتشنج ستاف، عنا كامل الثقه مين بده يكون معه ووين بده يكون معه واي سبوت هو بحاجه له. نحن كإدارة خليني بس أشرح لك شغلي، لأن الكل صاروا عارفينها، نحن كل واحد بالنادي بيعرف دوره، وهون بدي وجه أنا تحية لكل أعضاء الإدارة، من رئيس النادي اللي هو بريزدان نديم حكيم اللي بيعرفوا الكل أنه ما بخل ولا 1% علينا بحيالة شيء تحققنا هالإنجاز، بالعكس راح وترك شغله وقعد معنا كل الوقت واعتبر أنه حضوره مع البنات هو شغل، إضافة لكل الدعم اللي عم يعمل. رنان الحسيني رح تنضم لكم؟ ما بعرف. بدك اياها تكون معك رنا الحسيني؟ كل شيء بوقته حلو. هلا نحن عنا ميشن نجيب قمر، هيدا اول شيء وير فوكسينج عليه، ورح تربح قمر، هي قمر رح تكون ربح لها اذا بتجي على بيروت. عم تلعبوها نفسيه صرتوا؟ لا ما عم بقول لك لا عن جد، هي بتعرف اصلا، عرفت وشافت هلا شيز غانا جيت بيتر بنادي بيروت، شيز جريت تالنت، بس بدها كثير شغل بعد، وانا ردي والنادي ردي ندعمها من كل النواحي حتى زملائها، لانه to be the next talent يعني بالبيج تالنت بلبنان. دائما السؤال المفتوح عن ربيكا عقل، لك انت الاداري رح جاوبك مثل جوابتك على رنا. اكيد ربيكا هي حدا لعيب كتير كبير ما بدها شهاده حدا، وربيكا هلا عم تعمل كارير لها باوروبا، وانا بعتبر انه هاي الكارير اللي عم تعملها هي كارير للبنان كله وعم بتمثل لبنان كله، وهذا حلم لنا انه الباسكت النسائي يكون مش بس بلبنان، ونحن بندعمها وبنوقف حدها، وهي بتعرف انه بيروت بيتها، ولا مره لما كان بيروت بيتها وبيت الاخوان عقل كمان. يعني تركين لسبوت لربيكا. ربيكا محلها دائما موجود بقلبنا وبالتشكيله وقت الكوتش بحاجه لها، وقت نوصل نحن وياها لاتفاق. يعني بلش الحكي مع ربيكا عقل. ربيكا بيوروب، سو ما بنعرف اذا حصتها جايه على لبنان يعني. والرياضي تركين سبوت لست رح يخلص الدوري هنيك بترجع تجي هون. إذا كان مسائب كل شيء بوقته حلو، إذا كان مسائب لأنه ما بنعرف أي متى الدوري تبعنا وما بنعرف أي متى بتخلص هي، سو كتير بعيدة بعد موضوع ربيكا هلا. ليك في اسألك سؤال، أنت ليش عم تستعجل على أمور معينة؟ أنت عارف كتير منيح إنه هي بدها تاخد وقتها. اليوم نحن رايحين على بطولة، هاي البطولة مفتوحة لكل الاحتمالات، هلا قد بسيطة ولا قد هاي. فريق بيروت ولا مرة رح يبخل أن يرجع يرد الكاس لا محله لا أكتر ولا. شو اللي بحققلنا هذا الطموح رح نحققه، وغيرنا عنده نفس الطموح للمشروع، وهي اللي عم تعمل جمال الباسكتبول بلبنان. بعد فيها الفريقين عم بيراهنوا أنه يعطوا قيمة للباسكتبول النسائي، مع كل احترامي للكل. So let it be very هيك motivating إذا بدك. أنا برأيي البطولة السنة رح تكون حماسية نارية، لاعبات نادي بيروت ومدرب نادي بيروت وإدارة نادي بيروت جهاد صليبة، شكرا جزيلا لكم، مبروك لكم فوزكم بلقب البطولة العربية للسيدات، إلى مزيد من الإنجازات والإنجازات على صعيد. بدنا نوجه تحية لطارق جوزيف وإلي والشباب من روبوكوم وبريزيدان نديم على كل التعب اللي عملوه وعلى كل وقفتهم حدنا، لأنه مع شركتي عون مع الوفقة مع كل الداعمين نحن وصلنا لهون، سو كان ضروري أن نوجه هاي التحية ونقول لهم مرسي على كل شيء عم بيعملوا للشباب. شكرا لكم جهاد صليبة وجيلبير نصر. متابعين عبر منصة تونا لبنان، حلقتنا اليوم المخصصة لنادي بيروت عم توصل لختامها، ملتقانا معكم أكيد بحلقات قادمة، إلى اللقاء.